عليكم السلام دكتور. السلام عليكم. تمام. شوف الديف بريفمنت دير ماركت. شنو بريفمنت؟ ما قارب. شوف نزلت لكم اياها المحاضره صوت وشريح. هاو اللي دير ماركت انتم اطباء مستقبل شويه تهتمون بهاي الامور مصلحتكم. شنو الفرق بين الديف والداين؟ لون حكي يلا ايامكم انتم مصلحتكم انتم تريدون تتعلمون صح تقول لا احنا اللي علينا نسويه. Objectives at the end of this lecture كل واحد من عندنا will able to define شنو loss. شنو loss؟ شباب معقولة طالب صف ثاني ما يعرف لوس؟ فقدان كرمان؟ ايه لوس شنو فقدان؟ فقدان لازم تعرف زين؟ نعطيك اياها قبل يومين نزل لك اياها شارحها لك بالعربي فلازم شوية يصير عندك هاي ريسبونسبيلتي اكونتبيلتي مسؤولية تجاه نفسك تجاه المجتمع تجاه المهنة وبعكسي ها زين غريب قلنا بريفمنت شنو؟ بريفمنت الفاجعة فاجعة فتشيف فاجعة غريب غريب عن الأسى يعني الديب سرو اللي يكون الحزن عليكم السلام العميق زين المورنينج شنو؟ شوف ما ها؟ حداد ايه الحداد الحداد تسوي فاتحة تسوي هاي هاي نقول عندنا 40 يوم دير بالكم ليش راح ناخذ ليش 40 يوم شو اسمه يحزنون على المريض لان هاي الفترة راح تشوف الستيجز اللي يمر بها الانسان من يفقد له واحد عزيز عليه 40 يوم واذا بقى ورا ال 40 يوم هذا عنده لا هذا سايكولوجيكال ديس اوردرز مو صارت عنده كرونيك زين Identify the common signs and symptoms of bereavement. عرفون شنو signs and symptoms. لازم نعرفها. هاي اجيب لكم اياها بالامتحان. زين عيني. وراح ناخذ ونركز وهاي كلش مهمه. What are the stages of grief? هذا الانسان اللي يصير عنده فاجعه يصير عنده حزن شديد. الحزن شديد او الاسى بستيجز. راح ناخذها نفكر بها و define death and signs of approaching death and dying. death معناتها الموت تعرفون dying معناتها الاحتضار شباب واضحه هسه اهداف المحاضره واضحه لكم يلا واضحه دكتور واضحه يلا واضحه جدا ان شاء الله شوف dying is ceasing to live ceasing to live التوقف عن الحياة حتى نصل إلى الموت dying هو أنا أحتضر أعالج مو هيك نقول the end stage my life death a permanent cessation شنو cessation توقف of all vital functions أما أقول لكم شنو vital functions تعرفوها of the body respiratory respiration يوقف The blood circulation توقف The brain function الدماغ خلايا الدماغ تموت All of these are necessary to sustain life لأنه ذني بدونهم لا تستمر الحياة واضح هذا الحكي عيني عرفنا شنو داين وعرفنا شنو ديف يلا شباب Signs of clinical death بعد ما احكي بالعربي عليكم تتلو كلينيكال ديث نو بالبابل بلس ليس بلس ليس ما عنده بلس نو هارت ساوند اون اسكولتيشن او الاي سي جي شايفين يطلع خط زيرو ساوند السيلنس سهله نو اوبزيرف ريسبيراتوري ايفورت ماكو من تخلي السماعه نو بريد ساوند اون اسكولتيشن
pupil dilated هاي أول طريقة إحنا نريد نشوف هذا المريض مات لو لا. نجيب التورش مالتنا خليه على عينه طبيعي العين الإنسان الحي يتقلص البيوبل هذا لا يبقى فيكس not reacted أو not reactive to light. Fewer people die at home. قليلين ناس قبل كانوا مستشفيات كلهم يموتون ببيوتهم. هسه ليش ما الناس قليل منهم يموتون بالبيوت؟ medicalization of death. كل الناس تمسك بالحياة دائما يروحون وين؟ يروحون للintensive care units. الردهات اللي تشوفون بكوفيد 19 ردهات العناية المشددة. People want to die at home, but mostly most of them die in the hospital. And increasingly everybody must have their chance. بشكل عام تتعارك الدول هسه تريد تزيد وحدات كانت عندنا بالعراق 200 وحدة 400 هسه صارت تقريبا بالآلاف ورا ما صارت كوفيد 19 وصارت الانتنسيف بالمنر كير يونتس بدينا نفتح وجيب سبيريترز وغيرها. Increasingly everybody must have their chance in intensive. انا ضامن الدستور اني اذا اوصل مرحله حرجه لانقاذ حياتي يدخلوني بالانتنسيف كير before being allowed to die قبل ما اموت. Diversity in death. خلينا نشوف التنوع. اول شيء جندر women. الومن عادة عمرهن أطول من الرجال. مو تعرفون شوفوا السببياتكم هاي شوف كلها شوف عمره نقولها نقول عمر اللي تفوقها هاي المرأة قام على رجلها وهي باقية ورا ما يموت رجلها بعشر سنين. لاحظوا دبي أوبزرفيشن بالملاحظة العامة النساء أطول عمرا من الرجال ولكن النساء أكثر مرارة من الرجال. الرجال يعني يموتون بسرعة. خلينا نشوف women on average live longer. باليوكا يونايتد كينجدوم لايف اكسبكتنسي ات بيرث هاي ماخذيها ب 2009 على الاسف احنا هاي المحاضرة ننقلها كوبي بيست مال لسه مع هذا ده يحكي على 2009 2011 واحنا هسه 2021 والعالم يوم بيتطور بس ينسوا هذا مفروض علينا البرنامج. تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب، زين؟ نفس مال لستر مال كوفة أعطيكم يا البعض، زين؟ المين عادة يعيشون 78 سنة 0.7، الومن أكثر، هاي بيونايتد كينجدوم يا سنة شوف التايم 2009 2000 ونفس الفرق هذا بقى، زين؟ Death rates are falling مع تطور الطب، شوف؟ In England and Wales, تبدأ نحكي على إنجلترا هذا كل الحكي محاضرة ما لسه زين. As improvement in diet, أكل وأعلم بأن الحكم للغذائي ينمي الذي يصلح للنماء وكل ما ينقص بانحلال من بدن يصلحه في الحال. هذا شيخ الأطباء قبل 1100 سنة كان يركز يقول أساس حياتنا وصحتنا ابن سينا يقول هو الغذاء وسوى أرجوزة طبية للتوعية التغذوية. للأسف إحنا ما عدنا توعية لأنك تشوف مأمول عمرنا عند الولادة أقل من الدول الأخرى. إذن improvement in diets, medical advances lead to people living longer. يوف شون دولة death rate of men fell by 22% وين؟ بالlast decade بالعقد الأخير وده يحكي على 2009 2011 يعني بداية الألفينات الألفية بدأت سنة الألفين أول عشر سنين انخفضت عندهم الوفيات بالنسبة للرجال بنسبة 22% و18% بالنسبة للنساء. شوف تنوع أيضا عندنا حسب العمر من اللي يموت أكثر يا عمر شوفوا يموتها. رأيت المنايا اسمع زهير بن أبي سلمة قبل 2000 سنة كون هذا فيلسوف هذا واحد من أجدادكم يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر
ويهرمي بعدين هم يموت بالهرم، بس اكثر سئمت تكاليف الحياه اقول لك عفوه تلاقي لازم تصير انت مثقف تعرف شعر تعرف ادب تعرف كذا تعرف شيء عن شيء، والا هسه الاطباء بالعالم بهارفارد بالولايات المتحده بامريكا بالدول المتقدمه يدرسوهم فن وموسيقى وشعر وادب وفلسفه وغيره، زين بالاضافه هاي دروس الزاميه تصير عندهم لازم ينجحون بها لانه هو يتعامل مع بشر لازم يكسب ثقه الملك، زين مو هيك بطفي اربع لما يعرف ويطلع تالي طبيب قاتل من الطراز الاول، زين عيني death rates highs in older age group. شوف كانما يعرف جهر بن ابي سلمة سئمت تكاليف الحياه ومن يعيش 80 75 بلس 80 حولا لا ابا لك يسالني زعل صارت صرت الدر الدر يعني كبير سن شيخ اكو طب يسحوا له علم يسحوا له جيرونتولوجي او جيرياتريك ميديسن تخصص صار بامريكا وبالدول الاخرى طب كبار السن او الشيخوخه. احنا عندنا هنا عياده شكليه يديرها الاخ الدكتور الشاطر راح احط له ابن اسمه قيس اعجام قاعد بالهذا وش اسمه بالمرجان يقول عندنا عياده طب الشيخوخه يا لا شيخوخه ولا بس شكليه يعني بس انتم ان شاء الله الامل بيكم لانه ليش؟ لانه كبار السن ويا هذا العمر هذا الترند راح يزيد عددهم فيحتاجون الى رعايه. شوف برا اطباء الاطفال عددهم قليلين لانه المجتمع مالتهم هو مجتمع يعني اولد بيبل بي هوايه، احنا يافع بوبيليشن احنا عاده مجتمعنا يافع عندنا الاطفال هواي اكبر والذول ما يشكلون كبار السن الفوق ال 75 سنه ما يشكلون 1 إلى 2% بالعكس قولك عقول كبار السن فوق ال 15 و20 و30% وده تزداد. احنا بالعراق نفس الترند راح يصير فنحتاج لنا نتحزم بحزاميه ونخطط للخدمات الصحيه. انتم راح تتخرجون راح تلقون اختصاص اسمه جيرياتريك ميديسن يعني طب كبار السن او طب الشيخوخه واكو نيرسينج جيرونتولوجي نيرسينج يعني ناس او تمريض الشيخوخه ايضا نفس الشيء دول متخصصين بالامراض اللي تشيع بين كبار السن هذه باي ذا واي زين بس بيبول كان داي ات اني ايج المنايا خط عشواء من تصل عمره شهر كان 3 سنين 10 سنين ضربه سياره يموت ديث او لمرض معين يمكن تشوهات خلقيه او غير زين ديث اوف تشايلد young person can be particularly difficult to cope with. عادة دول صغار السن ما يقدرون يتكيفون مع ما يعرفون حتى معنى الموت قبل عمر 5 سنين بس يحس بالفقدان. شافوا دول يعني انا ايش قد صار لي طبيب 30 سنه لم ارى طبيبا واحدا بحياتي قريت تقريبا 5000 طبيب طبيبا واحدا ناجحا كان يتيم أم ولكني رأيت مئات الأطباء الناجحين المبدعين بالعالم هسه وتراسلوا وياهم كانوا يتامى أب. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراق دير بالك هذه فلسفتي بالحياة ولاحظ لا أدرس ما شفت واحد يتيم أم أبدع بس يتيم أب لا شوفوا علماء صاروا بالطب زين diversity in health socio-economic differences الموت الأكبر الفقر روحي في داك يا أبا الحسن يقول الفقر هو الموت الأكبر لم أرى نعمة موفورة إلا وبجانبها حق مضيع ما جاع فقير إلا بما متع به غني والله لو كان الفقر رجلا لقتلته الله الله الزم ابن الحسن عليه السلام يقول الله الله بالطبقة السفلى هم ذولا اللي يموتون ويتعرضون للأمراض من يظلم هؤلاء يكون الله يوم القيامة خصمه دون عباده. قال له هبالكم هاي حكم
ناخذها من فلسفة الإمام علي والصحة العامة، خلوها عندكم يعني، هاي مو من عندي، اكو كتب مؤلفة برا على فكر الإمام علي والصحة العامة. زين عيني سوشيو ايكونوميك ستيتس، اسال اذا لس ويلثي ما عنده فلوس غير حلو، يطلع علينا وزير صحة سابق يقول هاردشيبس هيلث سيرفيسز هاردشيب، يفتخر كأنما وزير صحة يقول واحد من عشرة 9.6 بيبل من الناس بالعراق في أغنى بلد بالعالم يقول لا يستطيع إذا تمرض عنده فلوس يروح يدفع الكروة حتى يوصل للخدمات الصحية، مو حتى يعطي فلوس علاج، ما عنده فلوس يوصل للخدمات. دير بالك، فالله الله بالطبقة السفلى، دير بالكم مو الضربة عجيب يجي تتفقوا يا أبو المختبر أبو الباثولوجي وتتفقوا يا أبو الأشعة والسونار وهذا الله مبتلي وتقشمره ومال براكتيس، ما يجوز ابني خليها، يدير بالك رسالتك إنسانية. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. دير بالك بهاي المبدأ تخلوه عندكم، واحنا عشنا، انا ثالث على كليات الطب عام 1900 والله العظيم ما عندي، عندي بيت واحد ورحت صرت خبير منظمه الصحه العالميه والحمد لله. انا اقول يعني شنو تاخذ دينار من المريض او ناخذ السحب اللي اعطيني فلوس، والما عيب احكيها، روح اشيل الناس كلهم ونذرنا نفسنا، انا اقدر اروح عيون واقدر اسوي كذا وابني عمارات واسوي. فاجاني واحد بوذي قال لي ده تصلي شنو هاي الحجاره تصلى عليها تربه، استاذ اسمه بروفيسور جون، قال لي روح اخدم لولا اللي عندهم بلهارزيا وعندهم تدرن وعندهم اصغار، تعال شوفهم، تعال شلت بالبصره انا. قال لي روح هناك، ليش انتم ما تروحون للصحه العامه والطب الوقائي؟ 1000 دينار وقايه خير من مليار دينار علاج، دير بالكم. وهذا الطب الوقائي لازم تخلوه ببالكم حتى نحمي هؤلاء الناس اللي هم سوشيو ايكونوميك less wealthy on average experience poorer health منطق and die sooner ويموتون سرعة. دول الذي ما عنده فلوس نايم healthy houses ما عنده، يشوفوا بيوتهم مزدحمة، ثقافتهم ضعيفة، level of education مالتهم كلش قليل. زين لذلك تشوف جيوغرافيك انيكواليتيز يعني عدم تساوي بالمناطق، اللي عايش باليرموك غير اللي عايش بالجبايش بقريه ما بيها مي يشرب من البزل او يشرب مي مالح بالبصره مثلا. زين عيني بروسيس اوف ديث اي وين كاتب لك انجلند اند ويلز، بالعراق تقريبا نفس الشيء بس هاي تختلف. دير بالك تصعد هسه ريد دقائق وبتقول هاي قبل 10 سنين حكي كاتب لك انجلند اند ويلز. الكارديو فاسكولار نمبر 1 هو السبب، حفظوا اجيب لك اياه، the most common causes of death بالعالم هو الكارديو فاسكولار، وراه يجي الكانسر، وراه يجي الريسبيراتوري ديزيزز، شوفوا السلكو منتال البيهيفيورال سويسايد حكى لكم عليه سويسايد. هسه الامور بدات تتغير، الاكسيدنت، الاكسيدنت مو سابعه، هسه الاكسيدنت بدات تصعد توصل للرابع، لانه حوادث الطرق، شوف العراق من الدول من اكثر دول العالم موتا بحوادث الطرق يوميا اكثر حتى من الكوفيد 19. شوف بدات تتغير هذه الكوزز اوف ديث اكوردنجلي وذ تايم. زين واكو انتر وانترا كنتري فاريشن، انتر يعني بين شوف سنغافوره مأمول عمر الانسان 90 سنه، بالعراق مأمول عمر 67 سنه، شوف ايش قد فرق، هذا 20 سنة من عمرك يروح، هذا ليش؟ أكو أسباب لازم نعرف، ليش دول اليابانيين عمرون أكثر؟ شوف فكر إحنا شنو أمورنا، ليش إحنا من أسوأ 20 بلد بالعالم بالموت بحوادث الطرق وصلنا إلى 50 لكل 100,000 نسمة، بينما باليابان يموتون حوادث الطرق واحد، يعني إحنا 50 ضعف لكل 100,000 نسمة، تعرفون شنو الرأي؟ أقوم ياها دكتورة مين؟ Yeah. Yeah. Diversity in dying. Three main patterns of dying. And they move to gradual death with a slow decline in ability and health. شوي شوي صح للموت البطيء، واحد بيه ستروك، عنده مرض كانسر،
زين terminal disease اكو catastrophic death through sudden يجي شرب لمادة سامة انتحر ضربة سيارة catastrophe هذا كارثي هذا اللي سوينا unexpected unplanned event صارت عندنا صدمة وهذا هذول يكونون احنا ما متوقعين عندنا زميلتنا تتوفى فجأة كوفيد 19 وهي عمرها صغير مثلا هي استاذه عندنا ويانا او واحد يتكهرب يوقع غيره ممكن يصير اي حادث يسبب لنا كاتاستروفيك ديث يعني بريماتور ديث ان تشيلدرن اند ينج ادلت مرات واحد يموت ناقص عمر نتيجه اكسيدنت نتيجه مرض معين but each death is different even when same underlying cause ابو الهارت فيلر مرات يموت بسبب معين وهو سبب رئيسي او باسباب مختلفه حسب الحاله حسب جود يتعب والمصدر مع الازهر قديم 2007 يعني هسه هنا ديث كان involved fears هذا الموت سالت الموت يوما يعني هل يوجد شيء اقوى من عين هذا الخوف الخوف من فراق اشخاص تحب ان تراهم كل يوم fears that are physical social emotional physical helplessness dependence وين اروح اني علي من اعتمد زين loss of physical faculties mutilations انا اصير معاق اصير مشوه ويصير عندي نوع من البين ايضا هذا death can involve fears that are physical and social شنو separation from family يعني leaving behind unfinished business واحد بيبني لك عمارة أو مشروع وما مكمله هذه مصيبة ما السوشيال راح تنعكس على عائلته على حتى على المجتمع زين الإيموشنال being unprepared أنا ما متحضر الموت إجاني الموت أينما كنتم يدرككم الموت حتى لو كنتم وين في بروج مشيدة واضح عيني يلا يلا يا شباب نشوف هنا أنا initial reaction studio of terminal illness or death of left person أنا فقدت من فقدت واحد عزيز علي خابروني قالوا لي حادث على طريق الديوانية ومات فلان وفلان واحد عزيز علي لو زعيم then most people دير بالكم أنتوا دير بالكم medicine is the science of uncertainty medicine is the science of probability most people experience شوف انا انصدم انا قاعد بهاي الغرفه انا دكتور كريم هاي وطبعا انا واحد وبيدر الشاشه ويريد يقتلنا مثلا وراح على غرفه العميد يريد يقتل العميد اسم الله زين عيني فاحنا ايش راح يصير بينا يصير الباب منا احنا نروح منا صارت عندنا صدمه شوف دهلنا وراها يصير عندنا نمنس يصير له خدر شوف واحد هذا سبع من ولده ميتين بحادث هو واقف بالفاتحه دكتور حسن الا تبقى على العشاء معود يا عشاء يا دنيا نقول هذا صواب ايش بيه؟ صواب زين هذا عنده نمنس خدر لحدنا زين بعدين يصير عنده ديسبيليف راح نجيها الدينايل وكان زين هارد تو تيك ان واتس بينج سيد يعني ما نصدق ان فلان راح من عده فلذلك يشوف يدق الموبايل يقول له روح هو يدري ابنه دافنه عزيز على قلبه يقول له فلان روح شوف خاف هو على التليفون شوف يشوف الامور شلون او تدق الباب يقول له جاء اخوك روح افتح له هو شوف عين شلون يصير the grief is the emotion people feel when they experience a loss عادة الغريب الاسى حزن حزن يموت اسبوع حزن العدل دوم يقولوا مو هيك شيء الحزن يصير بي علامات يا ربع الليل ما نام وحسبه احس بي يعني هاي فتحه الزرجاويه احسن وحده وصفت الموت بالشعر الشعبي والروح والحكمه تسري في شرايين قصائدها يا ربع الليل ما نام وحسبه وحسبه ساعة ساعة عده يعني وحسبه وتجي حسبه تسليني وحسبه تهيجني
وتثير الألم بي. راح نفسرها بالإنجليزية. زين عيني؟ واضح؟ There are many different types of losses. زين؟ And not all of them are related to death. يعني مو قلنا واحد يموت بس هو هذا لوس. واحد أبوه طلق أمه. واحد ممكن أبوه هاجر وعافهم محيتهم. ممكن يصير. واحد خسر وطلع كسير والعمارة مالته وكذا وصار حريقة. كل هذا لوسس نخليه ببالنا. وهذا فقدان أيضا. هذا يسبب عندنا كل هاي التروما. البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. ويأثر علينا ويسبب لنا غريب ويسبب لنا أسى. For example, a person can also grieve over the breakup of an intimate relationship. واحد عزيز على قلبك وهاجر وهو صديقه هذا صار عدة لوس أيضا. هاجر راح الدولة أخرى. Then adjusting to the idea of dying and the five stages. دير بالكم تحفظوها. Five stages of grief model. هذا خليهم. هذا كوبلر. هذا العالم الألماني 1969 إيش قال؟ قال أول شيء denial. أنا أنكر أن الحادث هذا نوع من الديفنس ميكانيزم. أريد الجسم أو حتى نفسية الإنسان يريد ينسى أنه صارت حادثة. فيبدي ينكر denial. ينفي. بعد ما مات. زين انقر يصير عندي غضب بعدين اغضب يا با ليش راح نفسرها كلها بارجينينج اساوم والله العظيم لو ابقى لو انا داموت احتر دا احتضر لو الله يعيشني واشوف احباب يومي الزم اجماعي لليمه كل خميس اروح ابقى بالموسك ابقى بالكذا اسوي فلانشي كل فلوسي اعطيها للفقراء وهكذا يقوم يساوم على حساب ان يبقى على قيد بعدين يروح للدبريشن وتعرفون الدبريشن فقدان الرغبه بالحياه فقدان الرغبه بالجنس فقدان الرغبه بالنوم فقدان الرغبه بالعمل فقدان الرغبه بالنوم كل هذني اشياء زين عيني دبريشن والدبريشن دير بالكم المعدلات مال الديث بيكوز اوف دبريشن سنه 2030 حسب الدبليو اتش او راح يكون السبب الاول للموت السبب الاول بعدين اسوي اكسبتنس واقبل بالامر الواقع زين فايف ايموشنال راح نفسرها denial or no not me مو انا اللي يصير بي هيك it is not true هذا الكلام ما فقدنا احنا هذا الحبيب بعد عايش ما صدق not true it can't be happened to me لا يمكن تصير الحاله هاي معاني هاي five emotional stages of grief. بعدين this is can be a coping mechanism. قلنا هي عملية تكيف مع هذا الحال. زين؟ وrespect desire عندنا فد رغبة not to know about the event. مري نعرف أن الحادثة صارت. حبيبي الانقر واي مي ليش الله بس انا لب علي الهضم وراواني فلان وفلان وفلان زين هو از تو بليم المناني يا الطبيب هذا الطبيب ذا دكتور كان مطفي هو سبب مال الموت مالي زين فانا ليش وديت لهذا سود بوجهي ما لفته اخذه للاردن ابيع بيتي واروحي يصير عندنا غضب ودائما يصير عنده feeling of guilty. زين؟ وافكر على الالترناتيف اقول ليش هيك ما رحت؟ ليش ما اخذت البغداد؟ ليش ما اخذت للهند؟ وهكذا. زين؟ bargaining or yes but I will go to mosque اروح الزم اجماعي every day كل اسبوع. If I can just انا دا احتضر دايم. If I can just live to see my grandchild. إذا الله طاني عمر وعافية إن شاء الله أنا دا أحتضر I am dying now then depression or it is me I can't fight any longer ما أقدر بعد طلعت من الحياة hopelessness ركبت موجة الياس الحياة عندي مثل ما قال لكم دكتور كريم تافهة صارت ما لها قيمة عندي أحسن لي من هذا psychological pain الألم النفسي أقوى من الألم الجسدي
يقول لك انا بس اريد اشوف انسان كل شيء ما بي مرات بس يفكر ينعزل عنده افكار شو اسمه سويسايدال ايديشنز بعدين يصير سويسايدال اتمت قال بعدين يصير ريال سويسايد وتشوفه هذا يقول لك يا بني ليش انت تسوي هذا يقول لك هذا يريد يتخلص من الالم نعم اي طارق حضر بنفسه طبعا لانه ما في وزير ومن انا شايف من اسجد الناس اي نعم اي شخصيات كلش بالضبط وايد ناس وايد لو تشوفون ناس علماء بالعالم شو اسمه يقول لك انا بعد ما اقدر انا الحياه ما اقدر اسوي ادابتيشن نعم وايد ناس ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله واخذ جهالتي بالسفاهه بالشقاوه ينعم نعم اكسبتنس وراها اقول لا هاي 40 يوم حسبوها كل العالم 40 يوم 400% هاي كلها الامور اذا عمرت 40 وانا ما صار عندي كوبينج لا الامور تصير غير سكت لازم اروح للسايكاتريس لازم اطلب مشوره من اشوف طبيب نفسي حتى يعيدني الى الوضع الطبيعي او يحتاج سلوكي معرفي يعني ثيرابي او يحتاج لدواء مرات يعطونا ادويه او يحتاج لمراقبه من قبل اخرين حتى اذا ما صار عندي اكسبتنس بريمنت فاجعه قريب سيت اوف سايكولوجيكال كناه and physical reaction to bereavement, a normal reaction to overwhelming loss. هو هذا بشيء طبيعي. هذا الجريف الأسى هو normal reaction. يقول ونختلف ولدي بنات سمعوا. إحنا سريدا مثلك أنت قدرتك على resilience. resilience شنو؟ المرونة النفسية. أقسمكم أنتوا ثلاثة أقسام. بين ثلاث دمار. دمية مصنوعة من الزجاج انتبهوا وياي ودمية مصنوعة من البلاستيك ودمية مصنوعة من الحديد من نسلط عليها نفس القريب نفس الايفنت الصادمة نفس الضربة بنفس القوة ابو الزجاج شو يصير بي يصير بي قولوا لي يتفلش يتكسر يتكسر مو تمام والحديد انا قلت لكم يا يبقى حديد دولة تشوفها يقول لك هاي الموت ما أمن كل إحنا أنتم السابقون ونحن اللاحقون مو فتي هذا عدى إيمان قوي وكو واحد بلاستيك شوية ينشرخ نقدر نصلحه زين فإحنا شلون نحول الزجاج إلى بلاستيك والبلاستيك إلى حاجة واجبنا شلون نسوي سبورت راح نشوف المورنينج بروسيس أوف أدابتينج تو لوس شوف أنت هذه الفاتحة وش اسمه وطقوس الرول أوف فنرم بالجنائزية الريتشولز هاي كلها مو للميت إن للأحياء حتى يصير عندنا كوبينج بشكل صحيح يعني بشكل حتى يصير عندنا ريليف وريكفري سريع 201 تقول يا با شنو هذول شنو قاعدين هاي كلها تنفيس يسوي لك فنتيليشن مماري بالضبط يعني انت تقول اني والله هذا الله يرحمه كان له تأثير وذكرى والمرء حديث بعده وكان حديثا طيبا لمن روى والدليل فاتحة ثقيلة وكذا مو هيك لا each person experiences stages differently طبعا مو كل واحد مثل أنا ما هسه قلت لكم إياها زين يمشي على خطوات متساوية but reassuring of people to know that grief passes through various stages أنا أريدك تعرف أن أكو various stages of grief بس مو كلها متساوية مو مثل يعني واحد مثل mirror image لا bereavement associated with increased risk of illness وسامعين واحد يقول لك هذا مات ورا ابنه من مات ابنه شوف الموربيديتي والمورتاليتي واحد من صارت عنده هاي الفاجعة bereavement وصار عنده grief تبدي مناعته حتى تقل دير بالك جسم مناعه جسمه تقل لانه الصدمه هاي تسوي لها ايضا امراض مو بس اي نعم السيده زينب بطله كربلاء تعرفون شلون تحملت الجريف ورا فقدان اخيها الحسين عليه السلام ورا سنه توفى صار عندنا مورتاليتي
ويصير عندنا morbidity. Physical, شوف السيمتمز اوف بريدمنت هاي ما راح احكيكم اياها تعرفوها. اني عندي حادث فاجعه صارت عندي اعراض physical shortness of breath، يقول لك اريد اتنفس ما اقدر، فشي مطبوق على صدري وكل شيء ما ابي من تفحص صدره اكو اير انتري بس ها يصير عنده palpitation، يصير عنده فتيق حول بس يريد ما يقدر يشتغل، يفقد القدره، digestive symptoms، يصير عنده ما يشتهي ياكل، حموضه جالي غيره، reduce immune function، هاي كلها هذه physical symptoms of bereavement. All the following are the physical symptoms of bereavement except one. اجيب لكم behavioral insomnia، يا ربع الليل ما نام، مو حكينا irritability، شوف انت روحه وقشمه يقول خطيه هذا اخوه ابوه ما توفى، دير بالك عليه، هذا مبلصي ركبه لان دائما تحملوه شويه هذا متهيج، كراين دير بالك تنفيس هذا الكراين خليه يبكي، لذلك احنا المله بنقول له لها مله زينه، المله زينه تخلينا نبكي 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 لين نبكي، هي عمليه شوف اي سايكو ثيرابي ممتاز مثل الدراما بالضبط، مثل الدراما مثل الرول بلاي مثل هذا، فوراها نرتاح عملية تسوي كوبي بالبكاء لا تبكي لا ولا تقول لا تبكي خليه يبكي اي بالضبط نعم نعم بالضبط بين عيني سوشيال وذ دراور، بعدين هذا البيهيفيرال يروح يشوفه ينعزل سوشيال وذ دراور تبني علامات الدبريشن الرياكتيف ديبريشن للحادث، ايموشنال ديبريشن انزايتي انجر الجلد اللونلنس كلها، الكوجنيتيفز يصير عندهم ايضا اعراض لها علاقه بالادراك اللي يصير عنده هيك صدمه مالكم شباب عنده لاك اوف كونسنتريشن تركيز ماله ما يقدر يقرا، ميموري لوس بري اكوبيشن هو بري اكوبايد بذكريات عن المريض عن المتوفى مثلا، هوبلسنس فقدان الامل، ديستربنس اوف ايدنتيتي هويه مالتك، او يصير عندك فيجوال تشوف اشياء ما موجوده، فيجوال هالوسينيشن او اوديتري هالوسينيشن هلوسه سمعيه تسمع اصوات ما موجود، يقول لك والله سمعت صوت بس هو ما موجود الصوت، بريفمنت اند جريف وذين 2 ييرز يروح 85% ادجستد تو بريفمنت اند experience is minimum with this. لو ما ننسى هالسنتين خمسة عندنا 15% chronic grief يصير عندنا. يعني يصير عندنا أسى قلت لكم عليه وياها anxiety وياها depression وياها ما يسمى بالكرب بعد الشدة أو الاضطراب النفسي بعد الصدمة بعد الفقدان. post traumatic stress disorder هذا موضوع واحد لازم جد. Different medical practice. أنا طبيب. Most people die in hospital despite wanting to die at home. أنا أريد أقسم يقول أريد ينام يموت يمهله مو يموت معذب ومعلق له فلويد ودم وتشكشك وهاي والنتيجة هي واحدة. Then relatives often feel الأهل مع الأسف مو مثلنا إحنا مو مثل باقي الدول. often feel unable to provide home ما يقدرون يوفرون خدمات صحيه وتمريريه وعلاجيه ببيوتهم لعلاج التيرمينال كيسز الحالات اللي هي about to die زين عيني death of patient death should never be routine more but more likely to serious impact on health problems ولكن احنا بشر انا من يوميه ميت واحد ويا عندي بردها او مريضي راح يصير عندي نوع من ال exhaustion psychological exhaustion انا بشر احس بالام ذولا واشوف اطفاله وين يروحون وذولا ايتام وما عنده راتب تقاعدي وذولا وين يصير بيهم اذا يصير عندي خيبه امل اقول ليش ما طيبت انا يصير عندي حزن سادنس اشعر بالذنب اغضب ريمايندر بعدين هذا من واحد يموت يذكرني بواحد قريب عليه
ذكرني موت والدي موت والدتي وهكذا. فذني كلهن الأمور اللي أنا ما حققت اللي ويا المريم وما استطعت أن أخليه على قيد الحياة وأشافي يوديني لما يسمى بالاحتراق أو الأفول الوظيفي أو البرناوت سيندروم. برناوت سيندروم ضغوط العمل تأثر علي تخليني متكررة بشكل متكرر وبالتالي تخليني أفقد الرغبة بالعمل ربما قسم حتى يعيفون مهنة الطب. يقول لك شنها لذية يومية واحد ميت يومية أشوف آلام الناس أنا ما أتحمل. يروح يصير تاجر ما لدوات احتياطية غيرها ويعيف. Coping تكيف need to protect yourself لازم تحمي نفسك أيضا كطبيب. It's important not to lose empathy ومع ذلك مو تحمي نفسك أنه ما تدير بال careless من واحد يتوفى. لازم تكون إنسان عاطفي يشعر بشعور أهل المتوفى. Many شوفين أنا many doctors report caring for dying patient satisfying experience. دام يكتب هذول اللي يموتون شلون يموتون أكو death conference شنو الأسباب يشكلها بيت dying patients and their families need our help redirecting them بالبالكم الحي أبقى من الميت. دولة لازم تقروا له تزموا لختمار أريد ولد داروهم تبقون مو تبقون دائما حزينين. Hope toward living without end you suffering ما بداعي للمعاناة اللي ما تجي بنتيجة الميت راح وهو ربه وعمله بس انتو دا تردون لازم تصيرون ذكرى إلى زينة وتربون أهله وhaving time with the loved ones وتعيشون حياتكم. الحياة مهمة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يلا شكرا جزيلا. من عدة سؤال حتى نبدأ بالبريكينج بعد النوز. وين الحاسبة؟